استشهد نحو 20 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال في قصف لطائرات الاحتلال استهدفت عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس. وفي السياق ذاته شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية. كما قصفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا شمال القطاع ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.